هنا يا وطن بالشوق غالي دهنا يا وطن بالشوق غالي الحنين انكسر في الصبر غالي دهنا يا وطن بالشوق غالي الحنين انكسر في الصبر غالي قالوا مهما يكون حب الهجر غالي إذا ترابك نده نحن الجواب يا باي الوطن غالي بشبابه شباب يبنون الوطن. طبعا اليوم الحلقة الأخيرة من برنامجكم يا شباب يبنون الوطن وبهمة هدول الشباب وكل الشباب طبعا السوريين رح ينبنى الوطن. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقتنا الأخيرة من برنامجكم شباب يبنون الوطن وشبابنا لليوم الشاب مالك رومية. أهلا وسهلا فيك مالك. شكرا طبعا على الافتتاحية الحلوة بالموال الوطني الحلو منك وأكيد كمان الشاب علي نعمان. أهلا فيك علي نورتنا. أهلا وسهلا. أهلين فيك. أو الشاب هادي فاضل. أهلين فيك هادي نورتنا. يعني حلو كتير أنه الواحد يكون عنده موهبة وكمان يعني هو متابع بدراسته. مالك بالبداية خلينا نتعرف عليك أكثر على موهبتك ودراستك. تفضل. أنا بلشت بموهبتي كنت صف رابع. عرضت موهبتي قدام أبي واكتشفني وساعدني كتير وتعب علي كتير بمر يعني موضوع الغناء وثقافة الغناء يعني وتعب علي بموضوع دراستي كتير. شو بتدرس يا مالك؟ أنا هلق نجحت صرت 11 يعني بكالوريا السنة إن شاء الله. إن شاء الله. مالك أنت بس بتغني ولا كمان بتعزف؟ أنا بعزف عود لي 9 سنين. 9 سنين حلو كتير. وبالنسبة إليك علي خلينا نتعرف على دراستك كمان على موهبتك. بلشت عزف تقريبا من 3 سنين. بتعزف كمان وشو بتدرس أي صف أنت؟ لا نجحت على صف الثامن. نجحت على صف الثامن. طبعا علي انت من المتفوقين بمدرستك وكمان انت اخذ ريادي على مستوى القطر بمجال الموسيقى. نعم بمجال الموسيقى. اي صف كنت؟ بالصف السادس. بالصف السادس اخذت الرياده. حلو كثير. بتفتخر طبعا بهذا الشيء مو؟ بفتخر. بالنسبه لك يا هادي شو بتدرس اي صف وشو موهبتك؟ الخامس نجحت على السادس. او موهبتك العازف على العود كمان في انت اخذ رياده هادي بشو؟ على القطر بالعزف على العود. بالعزف على العود كمان بصف السادس. طيب شباب هلا نحن سمعنا البدايه مع مالك شو حابين تسمعونا انتم؟ حابين تسمعونا لونجا؟ كنتوا هيك عم تتوشوشوا وانا سمعتكم. طب تفضلوا نحن معكم. شباب انتوا بتعزفوا مع بعض على طول ولا انكم انتوا بمعهد واحد؟ نحن بمعهد واحد ونفس الاستاذ. ايوه ففي نحن عاملين اوركسترا.
شرقية. فنحن بنعزف مع بعض بالأوركسترا، فهي غنية من أحد أغاني الكل. أحد الأغاني، حلو كتير. وعندكم عزف منفرد طبعا، كل واحد لحاله ولكن مشاركات. هلأ مالك، نحن رح نحكي عن موضوع كتير مهم كونه نحن مستضيفين طلاب، وأحد وأنت أحد هدول الطلاب. كيف بدنا نميز بين أنه نحن ما يعني ما نخلط، أو أنه ما نخلي الدراسة تتأثر بالموهبة، أنه ما نخلي لها الموهبة تأثر على الدراسة، كيف؟ طبعا شيء أكيد، ما لازم الموهبة ما لازم تأثر على دراستك. يعني نوفق بيناتهم، يعود الشيء على الأهل حسب كيف بنصحوا، أو لا يعني كيف ينصحوا أبنائنا الأهل، يساعدون الأهل. لما بيكون عندك مثلا حفلة أو حابة تشارك بشيء معين بخصوص الغناء، نسق وقتك. طب وإذا كان يعني الوقت الأكبر للدراسة، بتضل بالدراسة ولا خلص موهبتك ما حتخلى عنها؟ لا أكيد الدراسة، أكيد الدراسة. وبالنسبة لكم شباب، علي كيف تشوف الموضوع؟ الدراسة أهم ولا أنه لا أنت موهبتك دراسة أهم؟ طب لما بيكونوا بالأوركسترا نفس اللي عم يحكي عنها هادي، أو لما بيكون عندكم مشاركات، بتفضل أنه أنت لا خلص بدي أدرس ولا بدي شارك مع رفقاتي؟ لا، بننسق بين الاثنين يعني. فهل أنه كل مجال له وقته لحاله. يعني لكم مشاركات وين مثلا؟ انتوا الاساتذه وين بتشاركوا؟ مثلا مراكز ثقافيه، مدرسه، وين؟ احنا بشكل عام نعمل حفلات بمراكز ثقافه. انت ومين؟ احنا والاوركسترا كله، كلهم. ومعكم استاذكم هو اللي بينسق هيدي الامور. طب شو الاغاني اللي بتشاركوا فيها يعني المعزوفات؟ بشكل عام كلها اغاني او معزوفات شرقيه يعني. بتكون احيانا لونجات، او احيانا نعمل حفلات بس اغاني وطنيه، بس اغاني وطنيه. واحيانا اغاني نطاب او هيك شيء. طب انتم كلكم نفس العمر ولا في يعني اكبر منكم واصغر منكم؟ في اعمار كثير. وكيف التعامل معكم من قبل الاستاذ؟ نفس الشيء ولا حسب كل واحد وعمره؟ لا نفس الشيء. نفس الشيء. انت اخترت الآلة كمان ولا الاستاذ اللي عم تتدرب عنده اختار لك اياه؟ لا انا اخترت لحالي. ليه؟ مين نصحك؟ لو انا عجبني صوته بالاول. ايوه. وانا عجبني شكله كمان، شكله بعدين قررت انه يعني تتابع هذه الموهبة. برافو، كتير حلو. هادي انت اخترت العود، ليش اخترته؟ هلا انا اول شيء كان جعبالي عود، بعدين الاستاذ لحاله حس اني انا جعبالي عود، فحكى اهلي بالموضوع وشاوروا وانا وافق. وانت تابعت بهذا الموضوع، وين بتشاركوا؟ المركز الثقافي. بس هلا بالمركز الثقافي واحيانا بمطاعم. مطاعم يعني حفلات. طب في لك كأنه يعني بعيد عن اللي فيني سمي الكورال تبعكم أو الأوركسترا تبعكم، أنه بعيد عنه، في لك مشاركات فردية يعني أنه لوحدك تكون أنه بحفلة معينة، أو مثلا مع أهلك بالبيت أو بشي رحلة أو هيك؟ هلا لا ما إلك، ما كتير. مالك هلا نحن رح نرجع نسمع منك، شو حابب تسمعنا؟ نسمعكم للأستاذ كاظم الساهر. أيوة، أنسى العالم. أيوة، يلا تفضل. انسى العالم كله، انت بين احضاني، انت الدنيا جميلة، انت بعالم تاني، عالم كل محبة لو انت بحناني. انسى العالم كله، انت بين احضاني.
بد روحي انت في محرابي وانت صديق احساسي يا كل اهلي وناسي انت حبيب عيوني يا زهرة شبابي انت عيوني وروحي وقلبي وذاكرتي وجداني انسى العالم كله انسى العالم كله انت فين احضاني انت الدنيا جميلة انت ما علمتاني عالم كل ما حبا لو انت بحناني انسى العالم كله انت بين احضاني. يسلم تمك يا مالك يسلم تمك, يعني الغنية حلوة وصوتك حلاها اكثر. هلا مالك انا مثل ما لاحظ انه انت كتير بتنسجم مع الغنية اللي عم تغنيها. اي شيء اكيد. هيدا شو بيدل حبك لموهبتك مثلا؟ ايه حب. حب للموهبة. لما بتكون عم تغني بحفلة وبتكون طبعا ساعات طويلة فيها تعب, تاخذ يعني رياحة ولا كيف يعني بتقدر انه هالنفس كله؟ هلا بس كون مبسوط مثلا بالحفلة و هيك مثل ما بيقولوا انه مسلطان ما بحس بالوقت. ما بتحس؟ بيخلص فورا. ولا بالتعب؟ ايه. بس واحد يكون مبسوط, بس احيانا ايه في رياحة لانه يعني بكون بالحفلة مثلا مطربين واحد مثلا وصلي اولى والثانية ما يعني ما بيأثر شغلة ساعة ساعة ونص عادي. طيب هلا كنت عم تقلي انه كمان لك 9 سنين بتعزف. الي 9 سنين بعزف. بتعزف طيب بمعهد انت عم تتعلم؟ عند والدي. ايه حلو كتير. برأيك انه هاي الدراسة اكاديمية تعتبر هي كتير مهمة مثلا للشخص اللي حابب يسقل موهبته؟ شيء اكيد. اما انه خلص الموهبة موجودة انه الله عاطيني هالخامة الصوت. لازم يكون في موهبة. لازم يكون في موهبة واحد يسقلها. اذا ما كان في وتدرب وتعب على حاله بيمشي الحال؟ حسب. حسب. ما عندك فكرة عن هذا الموضوع؟ ما. طب علي هلا نحن سمعنا مالك عم يغني, بيخطر لك شي مرة انه تغني؟ احيانا او بتشوف بحالك انه صوتك حلو ولا انه خلص انت عندي هوايتي العزف على الكمان خلص حاجه حسب الرواق. لا ما بحس صوتي حلو انا. يعني هو صوتك حلو بس انه يعني ما بتحس انه انت قدران تعطي مثل حدا عنده خامه مميزه مو؟ لما شاركت بالرواد اي الاغاني شاركت يعني شو عزفت؟ لا بشكل عام مسابقة رواد نقي أغاني بتكون صعبة أو إنه بتدل على لياقة بالعزف أكثر من إنه تكون أغاني حلوة. حلو, يعني هي معلومة جديدة حلوة للناس اللي حابة تشارك. وكيف كان تقييم اللجنة لإلك؟ انبسطوا كتير بالعزف وقتها. إنه اعتبروني عم قلد الفنان الأصلي اللي عزف الغنية. حلو, وأنت كتير كنت مبسوط أكيد مو؟ طب اول شيء انتم بتطلعوا على مستوى المحافظه بالرواد على مستوى منطقه اول المنطقه اول شيء بعدين المحافظه. كنت حاطط ببالك انه انت رح تكفي وتاخذ الرياضي على مستوى القطر؟ ايه. وكنت متاكد من هيدا الشيء يعني متاكد من انه انت خلص توب؟ هيك شيء. حلو كتير. طب مين شجعك انه تشارك بالرواد؟ مدرسينك ولا اهلك ولا مين؟ لا اهلي. اهلك هن اختاروا لك العزف؟ لا انا اخترت العزف. انت اخترت العزف. من امتى بتعزف؟ من حوالي سنتين ونص او ثلاث سنين. سنتين ونص او ثلاث سنين. طيب هلا شو بتنصح مثلا رفقاتك انه العزف ما له يعني هو ملهي عن دراسه ولا انه موهبه مثلا يعني فيها لنقول شر, انه لا هي كثير موهبه لطيفه راحه نفسيه, شو بتنصحه؟ لا هي ما أنا تلهاي عن الدراسة يعني إذا نظم بين الوقتين. يعني هي متنفس للتعليم. أحيانا أثناء الدراسة بروح بعزف شوي كاستراحة يعني. شي مرة جربت أنك تعزف لوحدك أنه غير النوتات اللي بتعزفها أنه تبدع شي من عندك معزوفة من عندك؟ كنت حاول أحيانا بس ما زبطت صعبة. حلو. طيب بالنسبة لك هادي
في مرة جربت انك تعزف لوحدك غير النوتات اللي بتاخده؟ جربت نوت غنية بس ما زبطت. ما زبطت كمان. هلا بيقولوا انه في ناس بتعزف على العود سماعي، يعني هي ما انا بحاجة تدخل معهد تتعلم دراسة اكاديمية او تتبع نوتة. انت كيف كنت تعزف بالاول، سماعي ولا انت اضطريت تدخل على المعهد حتى؟ انا ابوك كان بيعزف عود سماعي فانا حبيت النغمه والعود فانا سجلت عند استاذ لانه قال لي ابوي انه يعني هون مكتب بتتعلم مقطوعات وبتصير افضل، بتضل على نفس المستوى. يعني برايك انه اللي بيتعلم معهد افضل من انه يكون بيعزف سماعي. وبالنسبه للرياده كمان مثل علي انه بتختار مقاطع انه بتدل على يعني سويه الفنان؟ لا ما انا بختار المقاطع طبعا، الاستاذ بيختار الاستاذ بيختار المقاطع الاغاني المعزوفات. يعني هو بيشوف قديش انا يعني عندي لياقه وبيعطيني معزوفه على قد هي وبتركني انا اتدرب عليها. وقبل مثلا باسبوع من الهيدي المسابقه بيجي بيشوفني كيف صرت. وانت بتكون تعبت على حالك كتير وتكون عدت اكتر من مرة حتى زبطت؟ كنا نعزف اربع ساعات. طيب هلأ ما بيوجعوك اصابيعك من اوتار العود؟ هلأ مبلا بيجعوني او كيف يعني كيف عم تتفادى هيدا الموضوع؟ هلأ هني بيعرقوا كمان يعني واحيانا مثلا اذا فتي هيك بطق اصبعك يعني انه بيضل معلق هيك يعني. كيف تدارك هذا الموضوع؟ انه هيدا بالتدريب يعني بيزبط ولا كيف؟ هلا كل ما حسيتي بالتعب كل ما تحسنتي اكثر، فاذا حسيتي بالتعب ضلي تمرني بعدين بتصيري تتعودي على التعب ما بغض. طيب شو حابب تسمعنا هلا اذا بدنا نسمع؟ شو اسمه؟ رقصة ستي شامية. تفضل. يعني نحن كثير بنسمع بالمسلسلات الشاميه لهيدي الدقه حلوه كثير، يعني برافو تستاهل الرياده. سماعي كمان حلو كثير. هلا انا رح ارجع لعندك لحتى اسمع منك شو حابب تسمعنا علي. مقطوعه اسمها لونجا حجازكا. تفضل. يعني هلا انتوا يعني صح كعمر صغير، او يعني اذا الواحد بده يحكي عن ثقافه بيقول لسه ما اكتسبتوا هالثقافه يعني من خلال اعماركم يعني، بس عزفكم كثير حلو. يعني انتوا مو بس تستحقوا هيدي الرياده، انتوا اكثر من انكم تستحقوها، يعني برافو كملوا بهيدا المجال. هلا مالك نحن سمعنا للمعزوفات، انت لما كنت تعزف لما كنت بهذا العمر كيف هلا عم تتذكر حالك؟ شيء حلوة. كنت تعزف مثلهم ولا أقل ولا كيف؟ كنت بعمرك يعني كنت بعمرك إيه مثله إيه تقريبا هيك كنت تقريباً. سماعي أول شيء إيه كنت سماعي. بعدين تعلمت بمعهد هلا ما تعلم إيه. طيب شو حتسمعنا هلا مالك؟ سمعكم وصلي شعبي هيك. تفضل تفضل. Thank you.
سامحتك من كل قلبي يا محبوبة سامحتك بعيوني مع غيري يا محبوبة لامحتك سامحتك من كل قلبي يا محبوبة سامحتك بعيوني مع غيري يا محبوبة لامحتك تنسى العشرة وتنسى الماضي قلبي الكاني بحبك راضي تنسى العشرة وتنسى الماضي قلبي الكاني بحبك راضي وبليلة صوتك دمعة يا محبوبة ودعتك وبليلة صوتك دمعة يا محبوبة ودعتك ولاه يما الزيلوف ولاه يا بناي يا نار قلبي شعالي ما تطفيك الماي ولاه يما الزيلوف ولاه يا بناي يا نار قلبي شعالي ما تطفيك الماي يا نار ما تطفيك الماي تخبز على الصاجة تخبز على الصاجة ومتقدقة عالصدر خرفانة ونعايجة أنا تخبز على الصاجة تخبز على الصاجة أنا ومتقدقة عالصدر خرفانة ونعايجة لا تاخدون البيضة والبيضة غناجة لا تاخدون البيضة والبيضة غناجة والسمرة تشيل الحمل لو كانت مرمية والسمرة تشيل الحمل لو كانت مرمية شكرا حلو كتير هلا ليش انتو المطربين كتير بتنحازوا للسمر يعني انه بلاحظ دائما انه بيغنوا للسمرة اكتر من البيضة إذا شيء مرة يعني إنه إن شاء الله يا رب إنه يعني أنت كبرت وصرت مطرب مشهور رح تصدر ألبوم كمان رح تغني للسماء إن شاء الله يعني حاطت ببالك هذا الموضوع إمتى يعني إنه إن شاء الله رح يكون إلك أغاني لوحدك إن شاء الله علق يعني شيء إن شاء الله يعني بكير لسه شوي على الموضوع هلا هو بكير بس الواحد بيفكر يعني بهذا الموضوع إيه شيء أكيد بننزل أغاني وألبومات إن شاء الله طب بالبكالوريا وخاصة أنه أنت هلأ ناجح على البكالوريا في يعني لازم تشد همتك ويكون في دراسة وتهتم أكثر بمجال دراسة شيء أكيد إن شاء الله بس تأخذ البكالوريا رح تأخذ تحاول تدخل فرق إله علاقة بموهبتك أما أنه أنت عندك ميول تاني لا بدي أخذ البكالوريا وأطلع على المعهد العالي بالشام ادرس فوق هناك حلو كتير وشباب أنتوا شو يعني حلمكم المستقبلي شو بتتمنى تصير علي بالمستقبل لسه ما حددت يعني لسه ما حددت يعني ببالك انه بتقول مثلا بحب تصير مثل البابا او مثل يعني اخواتي الاكبر مني ولا كيف ما حطيت ببالك لسه او هادي
دكتور. أكيد أنا بدي أتشكركم شباب، بدي أتشكرك مالك رومية نورتنا، أهلا وسهلا فيك. وأكيد كمان بدنا نتشكرك الشاب علي نعمان، أهلا وسهلا فيك نورتنا. والشاب هادي فاضل، إن شاء الله نشوفك دكتور مثل ما أنت بتتمنى. والشكر الأكبر بيبقى لكم مشاهدينا، بتمنى لكم بقية سهرة حلوة. باي باي.